اليوم بأوتو فوكس رح نتعرف أكيد على المازدا CX-5 ورح نتواصل معكم كمان مشاهدين عبر الموبايل. أخلوكم جاهزين لمزيد من التفاصيل بعد لحظات. Wheelers.me ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بيخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. توني عبدو صار إلى جنبنا لنضوي أكثر على طرازات المازدا. توني كيفك؟ ماشي الحال. حضر تليفونك؟ توني والموبايل أهم شيء، لأنه رح تواصل كثير اليوم مع المشاهدين عبر هاشتاج معينة، عبر الواتساب كمان أكيد. بس قبل في ديل بعده مستمر، هالديل اللي مددتوه منيح مزبوط، خاصة قصة الفايدة، بس هالمرة خلص يعني آخر أسبوع طبيعي. خبرنا أكثر تفاصيل. الفايدة 0.99%، كان دائما مرافق المازدا على فترات طويلة. السوق عم يتغير جورج، الفوائد عم تتغير، بقى نحن مضطرين كمان نغير شوي ما كتير، بس أنا بدعي كل عم يحضرونا اليوم لحتى يستفيدوا من الفوائد الواطية اللي هي 0.99% أو طن من 1% على السيارة مثل CX-5 عم تمر ورانا، رح يكون في توفير كتير حرزانة حرزانة. بقى كل عم يحضرونا يتوجهوا اليوم لحتى يستفيدوا منها. كما أنه هالأوفر هو عم يكون في عنا free monthly bills، يعني نحن لما يشتري السيارة مع دفع أولى 30% زبون وقصتها على 5 سنين بيطلع له سندين for free عليها كمان، قيمتهم كمان كبيرة، يعني صاروا 58 سند من أصل مزبوط. 60 أكيد. ومن هونيك برايح عم يكون في عنده open mileage warranty for 5 years، عم يكون في عنده الأسيرونس اللي هي zero deductible premium insurance zero depreciation، عندها الرود اسيستنس اللي هو 24 على 7 كخدمه، بس الشخص يكون بده يجي على الشركه في حدا يعمل له اياها اذا في حال صار في عنده اي عطل او سياره قديمه مازدا بدها تيجي على الشركه. باكج حرزين توني اكيد اكيد. والاهم من هيك اليوم بدنا نحضر هلا الواتساب، نبعت اسم السياره، مثلا سياره اليوم هي المازدا CX-5، نبعت اسم CX-5 على الرقم الواتساب اللي عم تشوفه على الشاشه، على طرف الشاشه، وفي شغله حلوه حتصير اكيد. شو رح تبعتوا لنا بالمقابل؟ مجرد ما نبعت مازدا CX-5 على الواتساب نمبر عم يمر على الشاشه، رح يجي من سبيكس تبع السياره اول شيء، يعني بيوصل له شو السبيكس تبع السياره، كل شيء معلومات عنها. كمان رح يوصل له البنك سيميوليشن، يعني مع دفع اولى 30% شو بيطلع السند. من هون رايح بيصير الشخص شو بيسال اسئله، قد ايه الدفعه الاولى مع اي كذا فايده كذا، شو بيطلع يعني تفاصيل. كمان عندنا لينك بتوصلنا على الويب سايت أكيد. المازدا اذا فتنا على السبيكس طبيعي، بس يفوت على الويب سايت مازدا عم يشوف كثير انفوز بده اياها، وكمان التواصل عم يكون اكثر واكثر، فهيك بيكون عم يعيش تجربه كثير مهمه قبل ما يفوت على المازدا. بيعرف كمان واحد سنده الشهري قد ايه بالسياره مع الدفعه الاولى، كل شيء كل شيء معلومات بهمه امر رح توصل له بشكل كثير دقيق هو قاعد مطرحه. توني رح نشوف معكم مع مشاهدينك الحال شورت فيديو بيعرفنا اكثر على السياره الحلوه اللي معنا اليوم، الميد سايز اس يو في مازدا CX-5. Imagine a drive that feels like it's crafted just for you. Imagine elegant design and advanced technology that's ready for the unexpected. And imagine SUV performance that leaves others in its wake. Next Gen Mazda CX-5. Imagine better. هلا حكينا بالتواصل على الواتساب مع مازدا، بس كمان عبر هاشتاج انجوي موفينج فورورد هاشتاج ام بي في كمان تواصل من نوع اخر. توني اكيد جورج، نحن بس يكون شخص معه مازدا عم نطلب منه نحن يشاركنا الفيديو تبعه والاكسبيرينس تبعه معه على التليفون ويبعث لنا اياها، ونحن رح ننزله على الحلقات اللي عم يمرقوا معنا باوتو فوكس، هيك بنكون عم نشاركوا الاكسبيرينس تبعه اللي عم يكونوا كثير اكسبيرينس مهمين، وكلها مرح وكلها فرح وكلها يعني ايجابيه جدا ايجابيه عم بتكون نعم. هذا المهم فيها. وهلا نحن رح نشوف الفيديوز اللي عم يكونوا مع زبوناتنا، القاسم المشترك بيناتهم انه مبسوطين وعم بيجددوا مره واثنين وثلاثه، عم فيديو عم بيتصور بطريقه كثير سهله عبر الموبايل يعني، وكمان عم يكون السؤال عفوي والجواب عفوي كمان على الكاميرا. بنشوف على كل حال شو قالوا الاشخاص اللي جربوا او بعض الاشخاص اللي جربوا مازدا. رح احكيكم عن خبرتي بالمازدا. Since 2002 proudly Mazda owner. من 6 لل 9 للسواقة ممتازة، القطع ما بتعوز قطع، maintenance wow. It's a very nice car. لو ما هيك ما بعد بسوق مازدا لهلا. من الجيب للسيارة مثل ما قلت، أنا ساكن زحلة، يعني بين زحلة بين بيروت، في دهر البيضر، في تلج، في شتي، في طلوع، في نزول. It's perfect من كل الميلات. So hello. نحن عنا مازدا 3 وهلا صار عنا CX-9، اثنيناتهم بظرف سنة 2017 و 2018. Thank you Mazda for the great after sale service.
ونحن كتير مبسوطين إنه صار عنا the big Mazda وبنتها الصغيرة. After service very good, بن phone calls بن كل شيء. و I recommend Mazda. شو ما كان حالتك من المازدا 2 لل CX9 هذا, it's a very good car. مثل ما شفنا كمان عبر الصور مش بس عبر الشورت فيديوز, مشاهدينا تواصلوا عبر هاشتاج انجوي موفي فورورد هاشتاج ام بي. هلا ما توني بده يخبرنا بعد ليه بدنا نعوز الواتساب مره ثانيه, عزناه للسيموليشن بس ليه بعدنا نعوزه؟ هلا التليفون معك بس لحتى تهتم بمازدا, يعني ما بقى تشوفوا انستغرام, بدكم تستعملوا الواتساب لحتى تسوقوا السياره تيست درايف للسياره عبر المسج اللي بتبعته مازدا CX5. اليوم تمر معنا بتبعت مسج CX5 تيست درايف دغري, راح يوصل لك تليفون او مسج من الشركه بيعينوا لك موعد والسياره بتروح عندك على المكتب او على البيت مطعم ما انت بتكون لحتى تقدر تجربها وتنبسط بسوقتها وتجي لعنا وتبط بالديل اللي نحن عم نقدم لك اياه. شغله مهمه توني لاول مره عم بتصير قصه التست درايف على الواتساب. كمان كمان هلا بدنا نرجع نشوف مع توني الهوت ديل الموجود على سي اكس 5 اللي معنا اليوم. بعرف الهوت ديل مستمر وخاصه قصه الفايده توني مش عم نذكرها معك. طبيعي جورج, نحن اليوم عم نحكي ب 0.99% فايده اللي هي كانت اوطى نسبه فايده بالسوق. اليوم عم نمرق لاخر جمعه وعم برجع بذكر لاخر جمعه كل عم يحضرونا يتوجهوا على صالات العرض يستفيدوا من هالاوفر هذا لحتى قبل ما يتغير. كما انه عندك فري مانس ليبلز على هالسياره, يعني شهرين فور فري عم بيكونوا عليها, يعني بدل 60 سنه عم تدفع 58 سنه. عم بيكون في عنا الاوبن مايلج وارنتي على 5 سنين, عم بيكون في عنا البريميوم انشورنس وعندنا رود اسيستنس 24/7 ذا بيست باكج. شكرا توني على كل هالمعلومات, اكيد احنا بنشوفك بحلقات مقبله. رح نختم بفيديو خاص عن ويب سايت ويلرز المتخصص بالسيارات والدراجات الناريه. الى اللقاء مشاهدينا. wheelers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده, وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.